بلاصه صغيره، غادي نصايب منهم واحد الاكسسوارات حتى نسالي ان شاء الله، وغادي نصورهم لكم فين حطيتهم وفاش غنستخدمهم. المهم هاي الاناناسه سهله دغيا كطلع، وهادي شكل ديال التفاحه هكا، هادو غادي نعلقو ان شاء الله، غادي نخدم معكم حتى حتى التفاحه. المهم هاد الاناناسه غنحتاجو ليها اللون الاصفر، غادي نخدمو على جوج خيط على جوج، واللون الاخضر صافي. غنحتاج الكروشي اللي غيخدمها ليا واحد على فاصلة 40، ومقص وابره للتنظيف. دابا نبداو على بركه الله. غادي نبداو اول حاجه بسبعه ديال السلسلات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة هكا. من بعد غادي نخلي السلسلة الأولى، غادي نمشي للثانية، غادي ندير فيها غرزة حشو. من بعد غادي نخدم عمود، العمود الأول عفوا، غادي نخدم العمود الأول والعمود الثاني والعمود الثالث والعمود الرابع. غتبقى عندنا آخر سلسلة. دابا درنا سبعة ديال السلسلات، نقزنا وحدة وحدة، درنا فيها غرزة حشو. من بعد خدمنا أربعة ديال ربعة الأعمدة متفرقة، يعني كل عمود بوحدو. من بعد في آخر سلسلة غادي نديرو فيها عمود، وغادي نزيدو جوج ديال غرز حشو باش ندورو، ونزيدو عمود في نفس الغرزة، يعني في آخر غرزة كيفما كتشوفو. هيا غدور، غادي نمشي كذلك. دابا غادي نعاود نفس الخدمة، غادي نمشي نخدم أربعة الأعمدة، يعني كل عمود مقابل ليه عمود. هاد الخيط تاع البداية غادي نديه معايا باش نخفيه، باش ولا ما نخفيه بالبرة، غادي نخفيه هاكا. تالت عمود، ورابع عمود، بقات لنا آخر غرزة غادي نشغل فيها جوج ديال غرز حشو ومنزلقة في أول غرزة حشو كنا درنا. نوثق بواحد السلسلة ونقطع الخيط ديالي هكا. الأناناسة سالات، هادي أسهل طريقة اللي غنخدمو بها هاد الموديل ديال الأناناسة. طريقة سهلة وكتجي صغيرة، كاين موديلات كتير ولكن هادي كتجي صغيرة. من بعد ما ساليناها هكذا، فينيت الخيط الاصفر الزوائد ديالو، ودابا خديت اللون الاخضر باش ندير به هاد الوريقات. كيف ما كتعرفوا الاناناس عندها واحد الوريقه طوال. غادي نمشيو للبلاصه فين درنا منزلقه هكا، ندخلوا الصوف ديالنا في اللون الاخضر. انا درت واحد العقده في الاول صافي. ومن بعد غادي نطلع باربعه ديال السلاسل هكا، نتمنى يكون التصوير واضح. غادي نخلي السلسله وغادي نمشي نخدم ثلاثة ديال الغرز حشو هكا. اللي ما بغاتش تخدم غرز حشو ممكن دير منزلقات. انا هادو بحال هكا باش يعطيني شويه ديال العرض في هاد الورقه. من بعد غنرجع في نفس المكان، غادي ندير منزلقه في نفس المكان، غادي نطلع باربعه ديال السلاسل ك
كذلك نخلي سلسلة ونمشي نخدم ثلاثة ديال غرز حشو بنفس الطريقة. كذلك في نفس المكان منزلقة وغادي نعود نفس الطريقة أربعة المرات، ثلاثة أربعة، نخلي السلسلة الأولى وغادي نمشي في ثلاثة السلاسل الآخرين ندير فيهم غرز حشو، اللي عندها الصوفة شوية غليظة ندير منزلقات حتى هما راه غادي يخرجوا نفس الشكل هكا. ونديرو منزلقة في نفس المكان، نعودو العملية أربعة المرات حتى كنخدمو وهو هما كيبداو يعطيو واحد الشكل كيف ما عندنا هنايا. دابا نخدم آخر أربع سلاسل، واحد جوج ثلاثة أربعة، نخليو السلسلة الأولى ونخدمو ثلاثة ديال السلاسل بغرز حشو هكذا. راه صافي انتهينا، يعني كملنا الأناناس ديالنا في نفس المكان. غادي ندير منزلقة هكا وندير عليها واحد السلسلة نوثقها ونقطع الخيط ديالي صافي. كنظن انها اسهل اناناسة حاولوا انكم تجربوها. منين كنساليو كنجبدو هاد الجهة هاد الاسفل ديال الموديل هكذا ونخليو الفوق ديالو شكل بيضاوي. انا فينيتها دابا، هانتوما كتشوفو كيفاش طلعت. صراحة زوينة غير مع التصوير مع الليل ما عطيتش اللون الاصلي ديالها، حتى داك الخطيار ما مبينوش مزيان. نتمنى انها تكون نالت اعجابكم هاد الاناناسة، نتوما كيف ما كتشوفوا ممكن ديروهم هكا كيف ما غنديرهم انا هكا، غادي نعلقهم وان شاء الله يكون هاد اناناسة ظريفة خفيفة عليكم. ونرجع ان شاء الله في الفيديو ديال التفاحة مع بعضياتنا ان شاء الله. شكرا للمتابعة.